أنا سأنقل الكلمة مباشرة إلى واحدة من أصحاب وصناع هذا المشروع، آية عمر، رئيسة مؤسسة حياة كريمة. آية، الفيلم عرض لي ملامح عديدة من ملامح هذه التجربة التنموية التي لا تستهدف رفع المستوى المعيشي بقدر ما تستهدف تغيير واقع الحياة أصلاً. في دقيقتين، إيه المختلف في حياة كريمة يمكن أن نقدمه كبطاقة تعريفية للشباب؟ في البداية برحب بحضور سيادة الرئيس والحضور الكريم، وطبعاً أحب أعبر عن اعتزازي بأني جزء من المشروع القومي حياة كريمة، وإني أحد الشباب اللي شارك في إعداد وعرض رؤية المشروع القومي على السيد الرئيس. وأنا فخورة حقيقي إن إحنا دلوقتي مؤسسة شبابية، وهي مؤسسة حياة كريمة ومظلة للشباب المتطوع اللي بتضم حوالي 21,000 شاب متطوع. الحقيقة في ظل حدوث جائحة كورونا اللي كان ليها العديد من الأضرار العالمية على كافة الدول، إلا أنها كانت الدافع علينا أننا نقوم بالمزيد من العمل للتخفيف عن حدة أثار الجائحة على أهالينا الأكثر احتياجاً من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وزي ما عرضنا على حضراتكم في الفيديو، وأنا مش عايزة أسهب على حضراتكم في العرض، فهي الفيديو بيعرض أن احنا إزاي ساعدنا ملايين المواطنين على كافة محافظات مصر، وبيقدم كافة الخدمات اللي بتلبي احتياجات المواطن المصري بمفهوم التنمية الشاملة. ودي يمكن رسالتنا كشباب من منتدى شباب العالم لكافة الدول، إن احنا مؤمنين بإن احنا لازم نقيم التنمية الشاملة في كافة المحافظات المصرية من خلال المشروع القومي اللي محاوره بتشمل البنية التحتية والتمكين الاقتصادي والسكن الكريم والتدخلات الاجتماعية والتنمية الإنسانية للمواطن المصري البسيط. طبعا يمكن زي ما قالت سيادة الوزيرة وزي ما قالت الزميلة إلينا بانوفا، إن هو بيتلاقى مع أهداف التنمية المستدامة في محاور المشروع القومي، تتلاقى معاها في كافة الأهداف. ويمكن يعتبر المشروع القومي أكبر مشروع تنموي حدث في تاريخ العالم وتاريخ مصر الحديث، لأنه بيستهدف تنمية وتغيير حياة 58 مليون مواطن مصري، بجانب أنه لأول مرة بيتم توحيد كافة جهود الدولة المصرية وشركاء التنمية داخل وخارج مصر من وزارات وهيئات ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص وشباب متطوع من كافة المحافظات والقرى وشركاء التنمية خارج مصر. يمكن كانت أهداف المشروع في البداية القضاء على الفقر المتعدد الأبعاد وسد الفجوات التنموية بين القرى والمراكز المستهدفة والاستثمار في بناء وتنمية الإنسان وخلق حياة كريمة مستدامة لهم وأحياء قيم المشاركة المجتمعية بين الدولة وكافة جهاتها والارتقاء بكافة المستوى الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي والبيئي للأسر. طبعا جاء ذلك بناء على اختيار المراكز بمعايير ان احنا نراعي نسب الفقر والاسر، عدد الاسر الاكثر احتياجا في المراكز والمناطق المستهدفه، بجانب ان احنا نراعي التعداد السكاني ونسب الاميه والمراه المعيله والطبيعه الخاصه لكافه هذه المراكز. ان احنا كمان نسيب هذه المراكز بها تمكين اقتصادي بان احنا نخلق لهم فرص للعمل، ونحن نحاول نخللهم هذه البيئة ذات بيئة مستدامة من فرص للعمل وتدريب مهني وحرفي لهذه المراكز والمناطق المستهدفة. طبعا زي ما قلنا وقالت سيادة الوزيرة ان احنا بنستهدف حوالي 4584 قرية في 175 مركز على محافظات مصر كلها، واحنا حاليا شغالين في 1436 قرية في 53 مركز على حوالي 20 محافظة. واحنا زي ما اشتغلنا على نطاق المشاريع الكبيرة في هذه المراكز، فاحنا بنستهدف ان احنا ندعم الفئات الاولى بالرعاية زي الاسر الاكثر احتياجا والعاطلين عن العمل والاطفال والايتام والمرأة المعيلة وكبار السن وذوي الهمم. ويمكن دي تجربتنا، هي تجربة كانت نوعا ما تلقت فيها تمكين الشباب لأول مرة بهذا الشكل الذي لم يحدث من قبل، يعني أن يتم تمكين الشباب في مشروع كبير زي هذا المشروع الكبير، وتلقت فيه دعم الإرادة السياسية للشباب في هذا المشروع أن هم يقدروا يقوموا بدور كبير على كافة محافظات مصر. وبشكر حقيقي الفرصة وشرف الفرصة ودعمهم لينا ان احنا نقدر نوصل لهذه المرحلة وان احنا نكون جزء من هذا المشروع الكبير. شكرا. شكرا جزيلا لك، وشكرا على التعامل باحتراف مع